بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع فيديوهات تذكير، يعني ما وجب عليك معرفته لحل تمارين الكيمياء، يعني سلاحك أمام حل تمارين الكيمياء. الفيديو مخصص للسنة الثانية والثالثة ثانوي، شعبة علوم تجريبية رياضيات وتقني رياضي. في هذا الفيديو نقول لك لا ينبغي الخلط بين تركيز محلول وتراكيز شوارد المتواجدة فيه. كيف هذا؟ نبدأ بالتركيز المولي. التركيز المولي للمذاب المستعمل، وش نقصد به؟ يعني التركيز المولي لمحلول، التركيز المولي لمحلول، يعني تركيز المذاب إكس الذي اختفى. مثلا انت حطيت ملح في الماء ولا حطيت سكر في الماء، ذاب. هذا هو المذاب. حطينا الملح ان اصيل وذاب في الماء، نحسبه التركيز تاعو، يعني هذاك المذاب اختفى. إذن التركيز المولي لمحلول يرمز له ب سي، سي اكس. واش نقصد به؟ اي سي اكس يساوي ان لاكس على في، يعني سي هذه نقصد بها اي التركيز المولي، التركيز المولي للنوع المذاب، للنوع المذاب المستعمل إكس، المستعمل إكس يرمز له ب سي، والوحدة تاعو هي المول على اللتر. صح. الآن هذه أن كمية المذاب أو كمية مادة المذاب، كمية كنقول كمية نقصد به كمية المادة، كمية المذاب المستعمل، المستعمل، والوحدة تاعو هي بالمول، قلنا المول. صح. أما في حجم تاع من في حجم المحلول، حجم المحلول اللي هو بالليتر. أما التركيز المولي الفعلي لشاردة نرمز له بهذا إكس، يعني بين عارضتين تساوي أن إكس على في نفس، لكن لاحظ الرمز هذا، التركيز المولي لمحلول يعني نقصد به التركيز المولي للنوع المذاب المستعمل في إكس. أما هذا وشن هو؟ هذا التركيز، التركيز المولي الفعلي لمن؟ لنوع كيميائي، لأن شاردة في الماء تعتبر نوع كيميائي، لنوع كيميائي كنقول مثلا شوارد الان ا بلس، اي انواع كيميائيه راهي في الماء، يعني نوع كيميائي سي ال نوع كيميائي، وهكذا. قلنا نوع كيميائي اكس المتواجد في المحلول، المتواجد في المحلول. الهدف من هذا الفيديو هو التذكير حتى تتمكن باش تفرق بين هذه وبين هذه، بين هذا الرمز وبين هذا الرمز. نفس الشيء، هذا كذلك الوحدة تاعو المول على الليتر، هكذا. صح. هذا الآن هي هنا كمية المذاب المستعمل، لكن هنا وشن هي؟ هنا كمية النوع إكس، كمية
النوع X، يعني مجموعة من الشوارد. مثلا نقول لك الآن أصيال ندير على أن A بلس وندير سي أل موان ثاني وحدة، إذن كمية الآن A بلس شحال كاين وكمية سي أل موان شحال كاين. كما نديرو جدول تقدم، يعني كي دير المعادلة عندك المتفاعلات وعندك النواتج. يعني بالنسبة للسنة الثانية قريتو جدول التقدم، السنة الأولى ثانوي مع الأخر وراح تخدمو به حتى البكالوريا، السنة الثالثة كيف كيف جدول التقدم تخدمو به حتى البكالوريا. يعني راح على الفيديوهات اللي جايين إن شاء الله راح ثاني ندير لكم تذكير حول جدول التقدم وما معنى التقدم الأعظمي، التقدم النهائي، المتفاعل المحد إلى آخره. هذه أمور مهمة جدا جدا في الكيمياء حتى البكالوريا، صح. أما هذا يبقى دائما هو حجم المحلول، هو حجم المحلول بالليتر هكذا. إذن أعزائي الطلبة، المهم هنا واش درنا، أنك يجب التمييز بين التركيز المولي للنوع المذاب والتركيز الفعلي للأنواع الكيميائية المتواجدة في المحلول. هذه حاجة مهمة، كي تبقى تميز بين هذا زوج أنطلق على بركته. لهذا أعزائي الطلبة جاء عنوان الفيديو أنك لا ينبغي الخلط بين تركيز المحلول وتركيز الشوارد المتواجدة فيه، ولأجل هذا جبت لكم هذا المثال. قال لك محلول مائي لكبريتات الألمنيوم Al2SO4-3 تركيزه سي. إذن باعتبار المعاملات الستوكيومترية لمعادلة الذوبان، إذن نكتب معادلة الذوبان مسودة، أكتبوا عندكم معادلة الذوبان. إذن ها هي المعادلة، أي معادلة ذوبان كبريتات الألمنيوم في الماء Al2SO4-3 S، يعني سوليد صلب، كي نديرو هنا السهم S2O يعني المقصود به هو ذوبان في الماء. تعطينا ماذا؟ تعطينا شاردتين Al3+، لاحظ اثنان اللي درتهم بالأحمر هذول أعداد ستوكيومترية أكو محلول، زائد ثلاثة أسوكات دموة أكو. إذن الآن نأتي ونكتب تركيز الشوارد الناتجة. عندي هذو ما الشوارد الناتجة، عندي Al3+ وأسوكات دموة. إذن نجي نكتب تركيز تاعهم على العلاقة هذه. إذن تركيز الشوارد الناتجة هما، لاحظ Al3+، لاحظ كيفاش درنا، كما قلنا هكذا X هكذا و AQ تساوي شعال منسي. أنا شعال كاين، كاين إثناني، إثناني Al3+، إذن تساوي إثناني C، يعني زوج مرات التركيز المولي. هذا التركيز شاردي، إذن وهنا SO4 دومو شعال تساوي شعال كاين ثلاثة، إذن ثلاثة سي. هذا هما تركيز، أو هذا هو تركيز شوارد الناتجة. لنرى الآن مثال آخر. قال لك نذيب كتلة أم تساوي 5.6 غرام من كلورور الكالسيوم CaCl2 في حجم V يساوي 0.25 لتر من الماء، صح. أولا مطلوب منك حساب التركيز المولي للنوع المذاب، وثانيا أحسب التراكيز المولية الفعلية، أي تراكيز شاردي، أي تركيز شاردي للأنواع الكيميائية المتواجدة في المحلول. يعطى أم، أي كتلة المولية الجزيئية لسي أسي ألد 111 غرام على المول، صح. إذن وش عندنا؟ عندنا سي، نبدأ بالسؤال الأول. عندنا سي تركيز، نبدأ بالتركيز المولي للنوع المذهب ليرمزولوسي يساوي N على V، صح. ولدينا كذلك N
تساوي أم على أم، أي الكتلة على الكتلة المولية، حيث أم هي كتلة المادة بالجرام، هذه كتلة المادة بالجرام، وهذه الكتلة المولية الجزيئية، هذه الكتلة المولية الجزيئية، هذه بالجرام على المول، بالجرام على المول، صح. إذا لو وضعنا أن نعوضها بأم على أم، صح، واش تولينا؟ تولينا تساوي أم على أم على في، يعني كي نضربوا الكسر هذا في مقلوب الكسر هذا، يعني أم على أم في واحد في واحد على في، تولينا ماذا؟ تساوي أم على أم في، هكذا أم على أم في، صح. إذا ماذا تساوي؟ تساوي أم، طبعاً 5.6 لازم تكون بالجرام، صح، على الكتلة المولية الجزيئية 111 مضروبة في في اللي هو بالليتر 0.25، هذه الفي بالليتر، صح. إذن شحال أعطتنا؟ أعطتنا بالتقريب 0.2 مول على الليتر، ها هو أن الجرام يروح مع الجرام. الآن نكتب معادلة ذوبان كلور الكالسيوم، معادلة ذوبان كلور الكالسيوم، صح. كيفاش تكتب؟ يعني Cl2 ونكتبو هنا H2O تعطينا Cl دو بلس بلس دو سيال موا، يعني المعادلة متوازنة، يعني ما كان ندخل في التفاصيل هنا لأنكم سنة ثانية وثالثة تعرفوا فتوازنوا معادلة، صح. إذن هنا لاحظوا هنا الأعداد ستوكيومترية، هنا عندنا في الحقيقة واحد وهنا واحد وهنا اثنان، ها صح، هذو أعداد ستوكيومترية. نواصل. إذن أن كمية المادة لـ Ca Cl2 تساوي كمية المادة لـ Ca2+ تساوي كمية المادة لـ Cl مو على اثنان، أن هنا عندنا وحدة وحدة اثنان على اثنان، صح. الآن واش ندير؟ نقسم كامل هذو على ماذا؟ على الحجم، أي بقسمة الكل على الحجم، واش يولي عندنا؟ يولي عندنا أن سي أ سي أل دو على الحجم يساوي أن سي أ دو بلوس على الحجم تساوي ان cl موا على اثنان في الحجم، لان مقسومه على اثنان. اذا نعرف باللي تساوي ان على v، اذا وبما ان c اي التركيز المولي يساوي ان ca cl، يعني التركيز المولي للمذاب سي ال دو على في، صح، و ان سي ا دو بلوس على في تساوي التركيز المولي الشاردي او الفعلي دو بلوس سي ا دو بلوس، و ان Cl- يساوي
في واش يساوي؟ يساوي التركيز المولي لشاردة سي ال مو على بالي هنا كاين اثنان، انتبه هذه جايك. اذن واش راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا اي سي، تبعوا هذه هنا، سي يساوي التركيز المولي للمذاب يساوي التركيز المولي الفعلي او تركيز الشارده لشارده دو بلس سي ا دو بلس يساوي سي ال التركيز المولي لسي ال مو على الاثنان. لماذا؟ لان هنا هذه هكذا وشن هي؟ هي سي ال مو، هذه هي التركيز تاع سي ال مو، اذن يولي مقسوم على اثنان. اذن انا نقدروا نجبدوا هذا الاثنانين، نجبدوها كيما هكا، اي تساوي النصف في ان على في، في ان على في. وبما ان هذه هي اي سي ال مو، اذن يولي لنا النصف في سي ال مو، اذن تولي سي ال مو على ماذا؟ على اثنان كيما هكا. وبالتالي فإن أي سي يساوي سي أ دو بلس يساوي سي أل موا تركيز على الاثنان يساوي صفر فاصل اثنان مول على اللتر، لأن سي صبناها في الأول تركيز المولي صبناها صفر فاصل اثنان مول على اللتر. شوفوا لهنا قاع، إذا هنا إذا تلفت لكم قاع كما درنا المثال اللي قبل هذا تاع كبريتات الألمنيوم، أنت عندك سي أ، شوف مليح، عندك تركيز شاردي تاع سي أ دو بلوس، ها هو واش يساوي؟ يساوي واحد سي، تساوي واحد سي. وعندك التركيز يعني سي تساوي سي أ دو بلوس على واحد، يعني سي تساوي سي أ دو بلوس، صح، هذه وحدة. وعندك هنا تركيز الشاردي تاع سي أل موا يساوي واش يساوي؟ يساوي اثنان سي. إذن من هذا سي واش يساوي؟ يساوي سي ال مو على الاثنان توكور. إذن سي يساوي سي ال مو على اثنان يساوي سي ا دو بلوس. يعني أعزائي الطلبة بصفة عامة معظم المركبات الشاردية تكتب على النحو التالي إكس أن إكراك أن، كما شفنا مع كبريتات الألمنيوم. مثلا نقول لك أل أل دو أس أو كات طروا، يعني هنا هذا الدو هي الآن والطروا هي الآن. الصيغة الشاردية الموافقة لها ان اكس، يعني الان تاع الاكس ترجع اللور والام تطلع لهنا، ان اكس ان بلس ام ايغريك ان مو. مثلا كما اللي راه عندنا واش تولي؟ تولي الان يعني الدو ترجع اللور تولي هكذا اثنان ومن بعد ال ال ام بلس ام بلس كون هو هذا الطروة، يعني الطروة يولي طروة بلوس، ومن بعد أم تاع الإكراك اللي هي الطروة تولي اللور هنا، ومن بعد نكتبو واش نكتبو؟ أس أو كات، ومن بعد أن موا، الأن هي تاع هنا تاع الألمنيوم تطلع هنا وتولي دو موا هكذا. إذن معظم قلت لك مركبات شارية تكتب على هذا النحو، والصيغة الشاردية الموافقة لها هي هذه، كما في المثال تاعنا اللي درنا هنا الفوق. ها شوفوا مليح، ها سي أ، سي أ
CL2 يعني CA يعني واحد أو كاين واحد هنا وهنا كاين اثنان يعني هذه الآن وهذه الآن صح يعني واش ولات تكتب على الشكل يعني آن يعني اللي هي واحد CA دو الدو هذا يطلع هنا يولي بلوس يعني هنا كاين واحد ما نكتبوش بس يعني كتبتو لي التوضيح ومن بعد ام ام هو هذا يولي لورا هنايا يولي واشن يولي اثنان ومن بعد سي ال ومن بعد الان مو الان هو واحد يعني مو هاي واحد مو الآن أعزائي الطلبة نعطيكم جدول مهم جدا جدا لهذه نعطيكم مركبة شاردية تخدموا بها في السنة الثانية والسنة الثالثة ثانوي نعطيكم الصيغة اسم المركب الصيغة تاعو صيغته الشاردية هذا الجدول تصنعه في فيش كرتوني هذا الفيديو كامل تصنع تلخصه في فيش كرتوني أما الجدول هذا تلخصه أمامك في فيش كرتوني ولا ورقة ورق مقوى وتحطو امامك هادو افيريوم جو تخدم بهم تحفظهم اسم المركب الشريدي الصيغه تاعو وصيغته الشريديه يعني هادو اللي تخدم بهم في السنه الثانيه ثانوي الثالثه ثانوي اذا كان حاجه اضافيه نقول لكم عليها عندنا كبريتات الالومنيوم AL2SO4-3 اللي شفناها درك في المثال الصيغه تاعها والصيغه الشريديه 2AL3++3SO4-2 وريت لك كيفاش تخرج الصيغه الشريديه من هنا الان والام درك كنا درناها صح زيد عندنا كذلك كلورير الالومنيوم عندنا AlCl3 كما درنا قبيل الان والام هاي ليك AL3++3Cl- لاحظ الطروة ولات من اللور والآن تاع الألومنيوم راح من هيه ولا موان CL موان عندنا كذلك كلورير الكالسيوم CaCl2 لاحظ هنا عليه كاين ثلاثة CL AL CL طروة هنا CaCl2 لماذا؟ لأن شريدة الألومنيوم تكتب AL طروة بلس شريدة الكالسيوم Ca2 بلس على هذه كاين زوج CL موان عندنا كذلك أكسيد الحديد الثلاثي Fe2O3 هاي ليك هنا 2Fe3++3O2- ما تكسر راسك ما والو الدو تاع الFe تولي وراها لاحظ هذا الدو ترجع وراها هذا الثلاثة ترجع وراها هذه الدو هذا يروح لهنا يولي 2- الطروة هذه تجي لهنا تولي 3+ كيما وريت لك الصيغة تاع الآن والآن عادي عندنا نترات الفضة AgNO3 بين قوسين يعني هنا انتبه هنا عندك Ag واحد وNO3 واحد لأن كنا نديرو AgNO3 يعني يجو Ag ومن بعد الآن ومن بعد الO3 وحدها سماو لونا ثلاثة هكا يولو زوج يعني هذه وحدها وهذه وحدها يعني Ag بلوس يعني الآن تاع هذه يروح للآخر الآن واللي وراها الآن يعني آن واللي هنا وآن لهنا وآن لهنا وآن لهنا فهمتوني مش حبيت نقول صح عندنا كذلك مركب شريدي آخر بيرمونغانات البوتاسيوم KMnO4 يعني لاحظ إذن هنا كاين وحدة هنا وحدة يعني الربعة هذيك ما تحسبهاش راهي داخل القوس كيما هنا الثلاثة راهي داخل القوس إذن عندنا هنا بلوس وحدة وهنا مو وحدة وهنا واحد رور الأم الأم أن واحد رور الكا بلوس عندنا كذلك كبريتات الحديد الثلاثي Fe2SO4-3 الاثنان يتولي ورا الاف او والثلاثه تولي ورا الاس او كات الاثنان يروح هنا يولي دوما والثلاثه تروح لهنا تولي اف او 3 مو هاي ليك 3 بلس عفوا 2 اف او 3 بلس بلس 3 اس او كات 2 مو طريقه اللي وريتها لكم
إذن أعزائي الطلبة، كامل هذه الحالات اللي ذكرتها يجب عليك معرفتها، يعني راح تخدم بها. كان عندنا حالة أخرى تاع الحديد، وهي حالة خاصة ما تخضعش للقانون تاع أن و أم اللي درناه، اللي هي كبريتات الحديد الثنائي FeSO4، لكن لاحظ صيغته الشريدية كيفاش راح تكون Fe2+ + SO4 2. هذه حالة خاصة كنديرو تمرين عليه إن شاء الله، نزيد نشرحه مليح. عندنا حالة خاصة أخرى ثانية اللي هي كبريتات الزنك، نفس الشيء كما هذه ZnSO4 Zn2+ + SO4 2-. عندنا كذلك كلوريل صوديوم، هذا نعرفه كامل، اللي هو ملح المائدة NaCl Na+ + Cl-. عندنا كذلك فوسفات الكالسيوم Ca3PO4 2، الطروة تولي اللور والدو تولي اللور، الطروة تطلع هنا، لاحظ كيما الطروة ولات اللور، أي Ca2+ الدو تاع البي أو 4 راح حتى هنا الدو بلوس، الطروة تاع سي أ راح حتى هنا طروة مو، والدو رجعت اللور. عندنا كذلك ثاني كرومات البوتاسيوم Ca2Cr2O7، كيف نفس الشيء، تولي لنا 2K+، الاثنان تروح مني K+ لان كاين واحد هنا Cr2O7 2-، دو تاع الكا يروح مني يولي 2-. عفوا. عندنا كذلك كربونات الصوديوم، هو الصوديوم اللي هو Na2CO4، إذن الدو تروح مليه تولي 2Na+ لأن هنا كاين واحد، يعني هذيك هنا بلوس CO3، هنا واحد يولي اللور، هنا يولي واحد، والدو تاع الأن أ تروح مليه تولي 2-. إذن 2Na+ + CO3 2-. عندنا كذلك ثيو كبريتات الصوديوم، ثيو كبريتات الصوديوم Na2SO3، نفس الشيء كما الأولى 2Na+ SO3 2-. عندنا كذلك يوديغ البوتاسيوم Ke، بوتاسيوم Ke أو إي يود، يود Ke+ + E-. وأخيرا أكسيد الألومنيوم Al2O3، نفس الطريقة الآن والآن، لاحظ 2Al3+ + 3O3 2-. ها هي، أني صغرت السبورة حتى تشوف كامل، يلزم هكذا تكتبها أنت عندك، هكا تصنع جدول كيما هكا، دير اسم المركبات الشريدية، الصيغة تاعها والصيغة الشريدية تاعها، وريت لك الطريقة اللي تبعها، يعني الطريقة اللي المتابعة، أي أنها صيغتها تكون مكتوبة على الشكل، دوك نكتبها لك هنا، تكون مكتوبة على الشكل هكا إكس إن و إيكغيك إم. أما هنا صيغتها الشريدية تكون على الشكل إن إكس إم بلس إم إيكغيك ان موا، ها هي كيفاش تكون صيغة شريدية تاعها، يعني تبعنا هذه الطريقة ما عدا حالتين فقط اللي قلنا اللي هما كبريتات الحديد الثنائي، يعني هاتين الحالتين فقط اللي حالات خاصة ما تبعش الطريقة هذه. لنختم الفيديو بين العلاقة بين التركيز المولي سي والتركيز الكتالي، لا كونسنتراسيون اي الى و الكتالي سي ام. اذا سي ام اللي هو التركيز الكتالي يساوي ام على في، هذا نسميه التركيز الكتالي، الجرام على اللتر، هذه الكتلة، لاحظ تركيز المولي فيه المول، تركيز الكتالي فيه الكتلة، هذا ما كان باش تفرق بيناتها، أم على في أنا على في، كيف
صح. إذا الأم بالجرام الكتلة، وعندنا الحجم بالليتر، الحجم بالليتر. هذه التركيز المولي، المولي بالمول على الليتر. هنا هذا مول، لاحظ جرام على الليتر، مول على الليتر. بكمية المادة، هذه كمية المادة، كي نقول كمية المادة نقصد بها عدد المولات، عدد المولات هذه باه بالمول. صح. عندنا الحجم بالليتر هذه. إذا لو جينا من هذه، لاحظ من هذه خرجنا لهنا، عندنا ان تساوي ام على ام، الكتلة على الكتلة المولية. صح. لو عوضنا هنا ان بام على ام واش تولي لي؟ هنا تخرج لي العلاقة التالية. إذن كي نعوض الان بهذا العلاقة ان تساوي ام على ام، واش تعطينا؟ سي تساوي ام على ام في في، حيث هذه واش قلنا هي الكتلة المولية، هذه الكتلة المولية بالجرام على المول، كاين كذلك قانون خدموا به بزاف، وهو سواء في السنة الأولى سنة ثانية أو ثالثة ثانوي، قانون التمديد، حيث سي أن في في أن يساوي سي دو في في دو، هذه في هنايا نقطة. إذا واش نقصدو بسي أن؟ سي أن هي التركيز المولي للمحلول قبل التمديد، هذو زوج منا كامل قبل التمديد وهذو بعد التمديد. إذا التركيز المولي للمحلول قبل التمديد، ويكون بالمول، المول على الليتر. صح. عندنا هذه وشنو هو حجم المحلول قبل التمديد، حجم المحلول قبل التمديد اللي هو بالليتر. صح. هذا التركيز، عفوا هذا التركيز المولي للمحلول بعد التمديد، بعد التمديد، بعد التمديد، هذا كذلك بالمول على الليتر. صح. هذا حجم المحلول بعد التمديد، هذا كذلك يكون بالليتر. أما إذا طلبوا منك حجم الماء في أو فهو يساوي في 2 ناقص في 1. عندنا معامل التمديد اللي يربطوا له بأف يساوي سي أن على سي دو، سي أن على سي دو يساوي في دو على في أن، هذو مقلوبين، تدير في أن على في دو، في دو على في أن، يعني هذا هو ماذا؟ معامل، معامل ميم، هذه معامل التمديد. واش نقصد به؟ يعني عدد مرات التمديد، عدد مرات التمديد، ها هو. واخيرا علاقه سي ام، اي التركيز المولي والتركيز الكتلي، حيث سي ام يساوي سي في ام. كيفاش احتاجت هذه؟ يعني هنا لاحظ ان سي ام واش تساوي؟ تساوي ام على في، ومنه تساوي ماذا؟ تساوي ان في ام على في، لان لاحظ ان هذه هي سي، هذه هي سي، اذا تساوي سي ام. اذا من هنا جات هذه العلاقه، حيث
سي ام بالجرام على اللتر، والسي بالمول على اللتر، والام بالجرام على المول. بالجرام على المول. أعزائي الطلبة، إن شاء الله ما زلنا نزيدوا فيديوهات من هذا النوع التي تعتبر تذكير وشغل سلاح لحل تمارين الكيمياء. إذن إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.